طيب اليوم شكل تحالف الثبات وانت تعرف بهذا الامر. طيب يعني لم يعلن رسميا لحد هذه اللحظه، الخطوات كلها مكتمله. طيب بقى بس الاعلان الرسمي. طيب تحالف الثبات يحاول جاهدا الى ان يكون هو الثلث المعطل. طيب يعني اذا انا اليوم ما اخذت المكتسبات اللي اريده وما اخذت المناصب اللي اريده، فاني يا 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 ايها التحالف الثلاثي انا الثلث المعطل. طيب هاي الرساله واضحه. هم جد 310 صح؟ هم لحد الان يعني الـ لا لا هم 110 الثلث المعطل، وهم عندهم يمكن 180 88 هم لا لا لحد الان 88 لا لا 120 120 بعد التصريح انه هم ضموا الاتحاد الوطني الكردستاني لهم. تحالف الثبات من ضمن الاتحاد؟ لا مو الاتحاد الوطني الكردستاني، كانت تصريحات نوابهم انه احنا ما عندنا علم بهذا الشيء. طيب ما عندنا علم بهذا الشيء. اذا هي محاوله لجر الاتحاد الوطني الكردستاني اليكتي جر هذا الحزب الى تحالفهم، لكن لحد الان ماكو شيء ملموس على ارض الواقع. ولذلك انا يعني وضحت لك، قلت لك السيد مسعود البرزاني وحتى بقيه الاطراف، سيد مقتدى الصدر، سيد الحلبوسي، اعتقد هم راح يكونون اكثر ذكاء من ان يضحون بالاتحاد الوطني الكردستاني، لانه خروج الاتحاد الوطني الكردستاني من هذه المجموعه اللي هي البارتي والسياده والتيار الصدري، خروج الاتحاد الوطني الكردستاني يعني تقويه الطرف المعارض الطرف الاخر. وبالتالي اعتقد هذه المجموعه ستحاول الحفاظ على التحالف في نهايه الامر مع الاتحاد الوطني الكردستاني.